السلامة، مرحبا بكم من جديد. شنحوالكم؟ ان شاء الله يا ربي تكونوا في خير ونعمة. اليوم ان شاء الله باش نعملوا مع بعضنا وصفة معشوقة الجماهير، انا شخصيا نحبها وبرشا يعني يحبوا يعني يجربوا الوصفة نتاعها الصحيحة باش يتحصلوا على نتيجة مزيانة وقت اللي يعملوها في الدار. اليوم ان شاء الله باش نعملوا مع بعضنا عجينة الهامبرجر طريقة ناجحة ومزيانة على الاخر. نتمنى انكم تجربوها بالطبيعة وتنجحوا معكم كالعادة. باش نعطيكم انا المكونات توا. عندنا هوني كاس حليب دافي، لازم يكون دافي دافي، يعني ندفيوه على مش سخون ومش يعني دافي هكا متلذذ، يكون هكا دافي شويه. وعندنا نص كاس ماء زاد كيف كيف دافي، وعندنا بيضه بحراره الغرفه. ماذا بينا المكونات الكل يعني يكونوا سخونين باش الخميره نتاعنا تتفاعل. عندنا ملعقه كبيره من السكر، عندنا ملعقه هنا باش نعمل منهم زوز ملح، ملعقتين صغار يعني ملح. وعندنا هوني باكو خميره حلويات، عفوا خميره خبز مش حلويات. وعندنا هوني 600 غرام فرينه يعني دقيق ابيض، 600 غرام يعني نص كيلو، زيد نزيدوه نصف كيلو نزيدوه 5 ملاعق كبيره نتحصلوا على 600 غرام. باش ناخذ انا البول نتاعي باش نخلط المكونات الكل. اول حاجه باش نعملها باش نحط الخميره تتفاعل مع الحليب. هذه الخميره نتاعنا، خميره الحلويات هذيك كالحبيبات، باش الحلويات ديما نغلط خميره الخبز يعني والبيتزا. دونك باش نحطهم هوني على الحليب وباش نخلط. نحب الخميره نتاعي تتفاعل، نخليها 10 دقائق تتفاعل ومن بعد نرجع لها. باش نمشي انا نشد بول ونحط البيضه نتاعي والملح والسكر والماء والفرينه الكل مع بعضهم. ولا البنات شوف كيفاش العجينه نتاعي هكا كلياستيكه تتعلق، هذايا القوام اللي انا حاجتي بيه. المهم تبدا تتلصق كما شفتوا. دونك لهنا مش نسيت ملعقه كبيره زبده تكون بحراره الغرفه. كيف كيف فوالا، هذه الملعقه كما شفتوا باش نحطها. وباش نرجع ان نعجنها دونك ملعقه كبيره حطيناها لهنا، ما تعادل 30 غرام بالضبط ملعقه كبيره. دونك باش نعاود انا ان نخليها تتعجن لين نعرف انه الزبده الكل دخلت في العجينه نتاعي، وقتها نخليها تخمر ساعه من الزمان وقت ضعف الحجم نتاعها، واحنا نمشيو نكوروها وندهنوها يعني بصفر بيضه والا بالحليب اكهو، وندخلوها الطيب على درجه 180 لين نعرفوها طابت وحمرت.
دونك خليت العجينه نتاعي تخمر ساعه من زمان على في بلاصه دافيه شويه تكون. في الوقت هذاك باش نمشي انا نحضر البطاطا نتاعي. بالنسبه للبطاطا شنو باش نعملها؟ باش نعملها اليوم في الفرن. خذيت حبات متوسطين كما تشوفوا ماهمش كبار برشا، غسلتهم مليح 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 بال يعني شللتهم مليح زاده. وباش نجيب القطاعه هذه باش نقص بها البطاطا نتاعي لانصاف يعني بالطريقه هذه، كل حبة على أربعة ولا. وخليت الماء يسخن يغلي شوية باش نحط لها شوية ملح شوية كركم، نخليها تغلي من بعد دقيقتين دقيقتين فقط ونطفيو عليها النار. ومن بعد نقول لكم شنو باش نحضروا الصوص نتاعها وندخلوها في الفرن. بعد ما خلينا البطاطا نتاعنا تتصمت ودقيقتين بالطبيعه مش اكثر، ما نخليهوش اكثر يعني كيفاش يقولوها تغلي في الماء دقيقتين، نطفيو عليها ونمشيو نستقطروها بالطبيعه، حاطين لها رشه كركم شويه ملح ونطفيو عليها ونخليوها تنشف من الماء نتاعها تستقطر يعني البرة. في الوقت هذاك هي تستقطر وانا باش نجيب بول باش نحط فيه نص كاس زيت نباتي نباتي. انا ما نعرفش بيني اليوم ولدي مريض هذاك علاش مشوشه شويه. دونك باش نحط نص كاس في زيت زيتونه بالطبيعه، زيت زيتونه مش زيت نباتي. وعندي هوني اكليل جبل وعندي زعتر مرحيين يعني اكليل وزعتر باش نحطهم الكل لهنا. وباش نزيد عليهم سامحوني لحظه نجيب باش نزيد عليهم مغرفة صغيرة من الهريسة أو الهروس، نعرفش كل بلادو كيفاش تسميها. دونك مغرفة صغيرة كيف هذيا نسمنها شوية فوالا باش تعطيني لون وتعطيني هكا طعم مزيان على الاخر. دونك فوالا أنا توا باش نخلي هذي على جنب وباش نشد البول. الملح والكركم حاطينا في وقت السلقة ما نزيدوش، والهريسة أصلا فيها نسبة متاع ملح يعني ماذا بينا ما نكثروش. دونك فوالا هذا هو الصوص متاعنا اللي مش نزيدوها للبطاطا. دونك هذه البطاطا استقطرناها من الماء متاعها كومبليتمون، وباش توا نخلطها مع الصوص اللي احنا حضرناها مع بعضنا اللي هي الهريسه والكليل والزعتر والزيت زيتونه بالطبيعه. دونك باش نخلطهم هكا مليح مليح. انا كم عملت كميه يعني صغيره كما تعرفوا عائلتي صغرونه، انتم تقدروا تعملوا اي يعني تضاعفوا الكميه. على فكره البطاطا هذه فكره مزيانه برشا لراس العامره، هو برشا يعملوها يزينوا فيها الاطباق نتاعهم. دونك في عوض ما نقليوها نعملوها في الفرن اصح ديما تقعد خير. دونك انا البطاطا نتاعي حاضره هكا، نجيبو الطبق الفرن وباش نرميو البطاطا نتاعنا. دونك البطاطا هذه توا كيما تشوفوا حطيناها في الطبق نتاع الفرن باش نمشيو نحطوها الفرن. بالطبيعه لازم يكون سخون على درجه 180، نخليوها درج وسط في عقلها حتى اللي نعرفوها اكتسبت لون ذهبي ونعرفوها اللي هي طابت بالطبيعه نرشقوا فيها سكينه او عود اسنان احنا ونعرفوها يعني وقتها اسكو طابت ولا لا. كان طابت نطفيو عليها، كان مازلت شويه نزيدو نكملو نزيدوها شويه وقت في الفرن وهكاك تكون حاضره. توا باش نمشيو نتعداو طريقه عمل الاسكالوب باني.
دونك تا وصلنا للزر نتاع الدجاج اللي باش نعملوه سكالوب بانيه بالطبيعه. دونك شديت هوني بيضه كبيره خفقتها شويه كما تشوفوا بالطريقه هذه، وعندي هوني زدر نتاع دجاج سكالوب دجاج بون مقطع يعني على كبر حجم الهامبرجر اللي عندي. بون حطيته هكا قصيته سلايسز كما تشوفوا، ورشيت عليه شويه ملح شويه فلفل اسود، وعندي هوني طحين ابيض فرينه، وعندي هوني الشابلير. الشابلير هو الخبز نحمصه في الفرن يكون يابس شويه، نحمصه في الفرن لين ياخذ هذاك اللون البني هذاك ونرحيه، هكا نتحصل على الشابلور او البقسومات في البلدان الاخرى يسميوه. دونك تقدروا تزيدوا مع الخبز هذايا كليل وزعتر وفحات اخرى، يعني اذا كانت تحبوا انتم تلوجوا على البنه تقدروا تزيدوا البقسومات هذايا برشا فحات اخرين يترحاو مع الخبز، يعني لين تحصلوا على يعني الشكل هذايا. دونك انا توا اول حاجه باش نمشي نعملها باش نحط السكالوب، باش نلفه في الفرينه قبل ومن بعد نغلفه بالعظم او البيضه المخفوق وفي الاخر في الشابلير. وحطيت هوني زيت نباتي قاعد يسخن على نار هاديه على الاخر بالطبيعه باش نحب الزر بتاعنا يطيب وياخذ هذاك اللون المزيان. فوالا البنات كملنا حضرنا لي غارنيتير الكل، وكيما تشوفوا هوني الخبز نتاعنا حاضر زاده توا كيف خرج من الفرن خبز الهامبرجر. توا باش نمشيو نتعداو للحشوه نتاعو. دونك انا عملت هوني هذا السكالوب اللي حضرناه مع بعضنا، السكالوب باني هذا هو تحصلنا عليه بالطريقه هذه. وعندي هوني روندالات طماطم، عندي شويه خس، وهذه الصوص اللي انا حضرتها كريم فريش، ملعقه كبيره كريم فريش وملعقه صغيره من الهريسه. هذوما الزوز مع بعضهم يعطيو بنه يعني بالحق حقيقه تجربوها ممتازه على الاخر. ونسيت باش نجيب الفرماج هيك المربعات الكاري. هشوشه ما تتخيلوش قداش، والهشاشه هذيك عطتني كيف طعمه الكرواسون نتاع الزبده اللي زدتها في الاخر. دونك باش نحط مغرفه هريسه الصوص هذيه نتاع الكريم فريش والهريسه، فوالا هذايا الهامبرجر نتاعنا حضر. ان شاء الله يكون اعجبكم، ما نحكي لكمش على الريحه، ما نحكي لكمش على البنه ياسر بنين. هذيك البطاطا بعد ما خرجت في الفور زينتها هكا بشويه مايونيز شويه كاتشب وحطيتهم بجنب الهامبرجر بعد ما كملت يعني عمرته الكل وحطيته في صحن التقديم. ان شاء الله يا رب يكون المنظر شهيكم وشجعكم باش تمشيو تعملوا الهامبرجر هذايا، خاصه لصغيراتكم يفرحوا به برشا، بخلاف حتى تقدروا يعني تاخذوه معاكم في عشويه، تاخذوه معاكم في جوله صغيره ماشيين تتنزهوا في الحدائق ولا في اي بلاصه تمشيوا لها تاخذوا معاكم الحبات هذوما. ما نحكي لكمش راهي بالحق بنينه بنينه على الاخر، وننصحكم باش تمشيو تجربوها. كيما شفتوا مكونات بسيطه جدا، يعني ما عملناش حاجه مكلفة برشا، لا عملناها حاجة عادية للناس الكل يعني تقدر عليها. ان شاء الله يا ربي وصفة اليوم كانت عجبتكم، وانا توا باش نمشي نفطر انا ولدي وراجلي، ونخليكم في امان الله وملتقانا ان شاء الله في فيديو جديد. وقبل ما نسكر ما تنساوش باش تزوروا يعني صندوق الوصف، تلقاو فيه الوصفة كاملة بالجرام وبالملعقة مكتوبة، وفي صفحتي الانستغرام زادة
تقدروا تمشي وتشوفوا اللي عندي غاديكا الكل. ومرحبا بكم الناس الكل، ما تنسوش الضغط على زر الاعجاب والاشتراك بالقناة وتفعيل الجرس خاصة باش يوصلكم كل جديد. في الامان وبسلامة وباي باي.